فحص قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحق الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2374 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. تعلو وتتردد تكبيرات العيد بين جنبات مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، حيث حرص قطاع الحماية المجتمعية على إقامة صلاة العيد والاحتفاء به وسط النزلاء كأحد محاور السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية وتحرص من خلالها على إحياء المناسبات الدينية. وأقيمت الاحتفالية بحضور قيادات القطاع وشيوخ الأزهر. أتينا وشاركنا النزلاء فرحتهم بشعيرة الله، وامتزجت هذه الفرحة فرحتهم بقرار العفو الرئاسي، وهذا قرار محمود من الدولة المصرية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء، وأن يحفظها من كيد الأعداء. والعيد بالنسبة لي فرحتين، فرحة أن أنا صليت في المسجد صلاة العيد، فرحة تانية أن أنا عايد مع أهلي بره وأشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على العفو، وإن شاء الله ربنا يكرمني وما أعملش غلط تاني. حسيت أن أنا فوزت أهلي وناسي وأن أنا طلعت بره خلاص الحمد لله. كما قدم رجال الدين المسيحي التهنئة للنزلاء بهذه المناسبة. النهارده احنا جايين عشان نعيد على اخواتنا المسلمين زي ما جم هم عيدوا علينا في اعيادنا. المؤسسة العقابية ما بقتش بتنفذ عقوبة على حد عمل مخالفة، دي بقت بتساعد حد عشان يبقى افضل. كلمة شرف واتحققت لما الايدين اتعلمت ازاي تواجه الظروف. وقد أقيمت احتفالية للمفرج عنهم بقاعة الاحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، في ضوء النقلة النوعية التي تشهدها المنظومة العقابية في مصر، والتي قامت بتقويم سلوكيات النزلاء وساهمت في تأهيلهم وفق برامج إصلاحية متطورة للانخراط في المجتمع. فقد تم الإفراج بالعفو عن 2374 نزيلاً تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 265 لعام 2023 بشأن الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان. وجاء الإفراج عن هذا العدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بعد عقد لجان العفو اجتماعاتها والاطلاع على ملفات النزلاء لمعرفة من تنطبق عليهم شروط العفو، والتي أسفرت عن الإفراج عن هذا العدد. ما كنتش متوقع ان انا خارج في العفو وهم جم خبطوا عليا، والحمد لله لقيت اسمي جه في العفو اللي انا خارج عايد مع اهلي وعايد مع اخواتي واولادي، الحمد لله مع كل الناس اللي انا اعرفها. الحمد لله امبارح جو قالوا لي ان انت مروحه في العفو، فانا ما كنتش مصدقه نفسي ان انا عايد وسط عيالي الحمد لله. طبعا بشكر السيد رئيس الجمهوريه على اكرامه لينا بالعفو، ان هو سمح لنا بفرصه ان احنا نعايد مع اولادنا واهالينا، ودي كانت اكبر شيء يعني بالنسبه لنا واكبر هديه بالنسبه لنا. هقدر على الحمل التقيل وهرد للبلد الجميل واقدر اخطي المستحيل. فرحة كبيرة على وجوه المفرج عنهم امتزجت مع فرحتهم بالعيد، حيث سيقضون العيد وسط أهلهم وذويهم، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على هذا العفو الذي أتاح لهم فرصة لبداية حياة جديدة. فرحة مش سيعانة ولا احنا ولا في البيت، والأهل كلهم فرحانين، ومصر كلها فرحانة بخروج العفو اللي طالع كتير النهاردة، كان لسه قدامه كتير، وكل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يحفظه لنا ويخليه لمصر إن شاء الله. النهاردة عيد أوي 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 عندي وعند الدنيا بحالها، الحمد لله الحمد لله.